إذا اشترى الثمر بنية القطع لكن تركه حتى نضج، فهل يحل له الانتفاع بهذا أو يبطل البيع؟ إذا تركه حتى نضج يصلح هو صاحب النخلة، يصطلحون، فإذا سمح له صاحب النخلة فلا بأس. نعم، لأن الحق لصاحب النخلة، وشرط عليه يقطعه في الحال تركه يتغذى من النخلة، فإذا صلحه فلا بأس. نعم.